سعيد بأغنية حلق معي لأنها تجربة جديدة من كذا زاوية. فكرة إن أنا أطلع الموسيقى الإلكترونيك مع العود برضو، يعني حاولت إن أنا أوصل الإحساس بتاع العود بس في شكل إلكترونيك. ده كان بالنسبة لي تحدي بقالي فترة شغال عليه. فكرة استخدام اللغة العربية الفصحى دي طبعا إنك تستخدمها مع الشكل ده من الموسيقى كان تجربة جديدة بالنسبة لي. وطبعا التعاون مع ميريل اللي هي ده يعتبر أول يعني إصدار ليها أو تعاون ليها أوفيشل، فكان عاجبني إن أنا أتعاون مع مواهب جديدة وموهبة زي ميريل فنانة حقيقية ومتوقع لها نجاح جدا إن شاء الله. التعاون ده كان من أجمل الإكسبيرينسز اللي أنا مريت بيها. الطريقة اللي إحنا تقابلنا بيها إزاي كان في كونكشن، كان حاجة روحانية جدا. وباللغة العربية الفصحى، أنا بحب اللغة العربية جدا، والناس كتير مستغربة يعني عشان أنا كنت عايشة في كندا إزاي بعرف أتكلم لغة عربية. بالنسبة لي اللغة العربية من أجمل الطرق اللي أنا ممكن أوصل بيها رسالة كويسة، وهي حصلت يعني هي حاجة كده حصلت يعني كلها مرة واحدة كده، فكانت من أجمل التجارب اللي أنا مريت بيها. يعني كنت بشتغل مع هشام في الحاجات المزيكا، وكنت دايما بقول له ان لازم نطلع بحاجه مختلفه، شايف ان في حاجه مختلفه، مش مصدق ان دي اللي هنقدر نوصل بيها. فطبعا هي مختلفه عن كل الموجود، شكل جديد مش بس على هشام، على الوطن العربي كله مفيش حد قدم اللون ده في المزيكا. مزيكا سهل تسمعيها، كل حاجه راكبه مع بعض، الكلام مع المزيكا مع ميريل عمل مبهر بصراحه. تفصيليا بالظبط مش قادر اقول لك الموضوع اخد قد ايه، بس انا من مراقبتي لهشام هو اخد منه وقت كتير، يعني بتتكلمي بين 6 شهور وسنه هو بيفكر، لان الموضوع مش سهل. يعني تلاقي التيمه وتركبي عليها كلام، مين الفنان اللي هيغني الموضوع ده، هنصوره ازاي وفين. فهو اذا بان للناس ان هم 3 دقايق، بس هم في الحقيقه 6 شهور من الشغل والمجهود يعني.